بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاه والسلام الاتمان الاكملان الاشرفان الانوران الاعطران الازهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى اله واصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم امين اما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من برنامجكم الحياه اخلاق انتهينا في اللقاءات الماضيه من حديث القران عن قصه سيدنا يوسف وانتهينا قبل ذلك من قصه سيدنا ادم ومن قصه سيدنا نوح واخذنا قسطا وفيرا من الحديث عن بعض الانبياء في القران. نعود إلى مهمتنا الرئيسية وإلى عنوان برنامجنا الرئيسي وهو الحياة أخلاق. الإمام الفيرز أبادي الفيروز أبادي يقول: اعلم أن الدين كله خلق فمن زاد عليك في الدين زاد عليك في الخلق. رب العزه سبحانه وتعالى مدح سيدنا النبي في القران فقال له وانك لعلى خلق عظيم علماء التفسير يقف وقف مع هذه الايه يقولوا ان اخلاق سيدنا النبي عظيمه ومنهم من قال بان اخلاقه النبويه علت على كل الاخلاق الحسنه لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ادبه قال ادبني ربي فاحسن تاديبي فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مفيش حد زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فمل عن الشقاق لما نيجي نبحث في الدين الاسلامي نجد الاحاديث كثيره في الحديث عن الخلق الحسن وسيدنا النبي يقول في الحديث انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وفي روايه انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق وفي روايه انما بعثت لاتمم محاسن الاخلاق ولما سئلت ستين عائشه عن اخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن النبي نزل عليه القرآن وقرأ القرآن وتقرأن بالقرآن وعمل بما في القرآن فكان قرآنا يمشي على الأرض ووضع لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنوانا نمشي عليه قال وخالق الناس بخلق حسن لم يقل خالق المسلم لم يقل خالق القريب أو الذي بينك وبينه قرابة وراحم لا وخالق الناس كل الناس وقال الله في القرآن وقولوا للناس حسنى أذكر حضراتكم مرة تانية باللي قلناه في بداية البرنامج يمكن من أربع سنوات في 2021 لما تكلمنا في أول حلقة في البرنامج وقلنا إن إحنا الأزمة الحقيقية اللي إحنا عايشينها في هذا الزمان ليست في الأرزاق انما الازمه الحقيقيه في الاخلاق انما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا الاخلاق عرفوها العلماء بانها الطبع والسجيه الطبع والسجيه حاجه سجيه في الانسان وهي نوعين الاخلاق منها ما هو غريز يولد به الإنسان ومنها ما هو مكتسب يكتسبه الإنسان من التعامل مع الناس في هذه الحياة فضل الأخلاق الحسنة عظيم وثوابها وأجرها كبير أنا أتعرف عليها بعد الفاصل خليكم معايا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن رجعنا لحضراتكم تاني ولسه مكملين مع الاخلاق الحسنه ومكارم الاخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا ان نتخلق بالاخلاق الفاضله فيقول في الحديث أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه يعني في قصر في الجنة في أعلى الجنان وفي أعلى منازل الجنة لمين يا سيدنا النبي قال لمن حسن خلقه وقال في الحديث إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم مش كده وبس تشوف سيدنا النبي يقول إيه في الحديث إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وان من ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون الصحابه قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثار والمتشدق فمن المتفيهق؟ قال المتكبرون المتفيهقون المتكبرون ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا أنت ماشي بتتكبر على خلق الله ليه؟ مودي من الأخلاق السيئة تواضع تكن كالنجم لاح لناظري على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. في يوم من الأيام الصحابة قالوا لسيدنا النبي يا رسول الله إن لنا جارة يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها الا انها تؤذي جيرانها بلسانها يعني الكلام ده يعني بتصلي الفرض وتكثر من النفل وتصوم رمضان وتكثر من صيام النوافل وتؤدي الزكاه وتكثر من الصدقات لكن لسانها والعياذ بالله تؤذي به الجيران قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار وذكروا له امراه اخرى بتصلي الفرض ولا تكثر من النفل وتصوم رمضان ولا تكثر من صيام النوافل وتؤدي الزكاه ولا تكثر من الصدقه لكن لا تؤذي احدا بلسانها قال هي في الجنه السنه الخلق اقلام الحق وفي حديث جميل اوي احب ان استشهد به في هذا الباب ما من مسلم يموت اسمع كلام سيدنا النبي وصلي عليه واتعظ واعتبر بما يقول الحبيب الشفيع والله سيدنا النبي بيحبنا وعايز ياخد بايدينا للجنه شوف حبيبك يقول لك ايه ما من مسلم يموت فيشهد له اربعه اهل بيت من جيرانه الادنين اربعه من الجيران يشهدوا للميت بالخير إلا قال الله جل وعلا للملائكة: أشهدكم يا ملائكتي أني قبلت شهادتهم فيما يعلمون وغفرت له ما لا يعلمون. ربنا يقبل شهادة الجيران في الظاهر فيما رأوه من هذا الإنسان يقبل شهادتهم فيه ويغفر للميت ما لا يعلمه الجيران عنه. لما عدت جنازه على سيدنا النبي مرت عليه ام الصحابه اثنوا عليها خيرا فسيدنا النبي قال وجبت شويه ومرت جنازه يا اثنوا عليها شرا فسيدنا النبي قال وجبت فام الصحابه سالوه يا سيدنا النبي ايه وجبت دي ما معنى وجبت قال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنه وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار انتم شهداء الله في ارضه انتم اللي بتشهدوا للانسان هل هو من اهل الجنه ام هو من اهل النار من خلال ايه خلال التعامل الدين المعامله ايه هو الايمان ما وقر في القلب وصدقه الايه القول ولا العمل العمل لما تيجي تقرا سوره المؤمنون كده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عباده الذين هم عن اللغو معرضون معامله الذين هم للزكاه فاعلون عباده لفروجهم حافظون معامله ايه عباده وايه معامله الدين المعامله خلاصه القول فيما قلته من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين ربنا يخلقنا باخلاق سيد النبيين اللهم امين فاصل وهرجع لحضراتكم خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على اجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه رجعنا لحضراتكم تاني ومع الفقرة الفقهية ورد إلينا هذا السؤال كيف أكتسب الأخلاق الفاضلة أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد اللي عايز يكتسب الأخلاق الفاضلة خلي عنيك على سيدنا النبي شوف كان بيعمل ايه اعمل زيه لان من احب احدا اقتدى به ربنا يقول في القران قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني على لسان النبي لو انتم بتحبوا ربنا اتبعوا النبي طب لو اتبعتوا النبي يحببكم الله ذي الثمره ويغفر لكم ذنوبكم يبقى علامه حب الله اتباع رسول الله وثمرة اتباع رسول الله حب الله للعبد وغفران الذنوب طيب جميل قوي بتحب سيدنا النبي يبقى تعمل زيه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وفي قراءة اسوة اسوة حسنة اسوتنا وقدوتنا وهادينا ومعلمنا ومرشدنا هو سيدنا محمد من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهه وهراء فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعه ووفاء يبقى نكتسب الاخلاق الفاضله واحد بالقدوه اثنين بان نتبع تعاليم القران لما ربنا يقول لسيدنا النبي وانك لعلى خلق عظيم لما ربنا يقول لنا في القران الكريم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا لما ربنا يقول لنا في القران الكريم فمن عفا واصلح فاجره على الله لما ربنا يقول لنا في القران والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كل دي اخلاق فاضله في القران يبقى بالاقتداء بسيدنا النبي هتبقى من اصحاب الاخلاق الفاضله وباتباع تعاليم القرآن وامتثال امر الله هتبقى من اصحاب الاخلاق الفاضله ثالث حاجه واهم حاجه الصحبه الصالحه الصاحب ساحب تصاحب مين؟ لا تصاحب الا من ينهضك حاله او يدلك على الله مقاله صاحب اللي ياخد بايديك لربنا صاحب اللي يخلي القلب رقيق، صاحب اللي يقول لك تعالى صلي، تعال اقرأ قرآن، تعالى نجلس في مجلس علم، صاحب اللي يأخذ بتلابيب القلب إلى الرب جل وعلا، صاحب الصحبة الصالحة ليه؟ لأن ربنا يقول في القرآن الكريم "الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين" يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون لأن سيدنا النبي يقول لك في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير واحد شاي المسك إما أن يحذيك يعني يديك هدية وإما أن تبتاع منه تشتري منه أو أن تشم منه رائحة طيبة أنت استفدت في كل الأمور استفدت إما بالشراء منه أو بشم الرائحة الطيبة أو بالهدية ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة يبقى ناخد بالنا إن الصاحب ساحب ودايما أنا أقول كده صحبة الصالحين صلاح وصحبة الأولياء ولاية وصحبة المهتدين هداية وصحبة أهل التقوى تورثك التقوى رجل من الناس الطيبين راح يسأل الشيخ بتاعه قال له يا سيدنا الشيخ أنا لست على التقوى أقوى مش قادر أبقى من المتقين قال له إذا كنت على التقوى لا تقوى أحبب من يقوى تقوى أحبب المتقين تبقى منهم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كنوا معهم حتى تصيروا منهم رابع حاجة في اكتساب الأخلاق الفاضلة الدعاء دعاء سيدنا النبي اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت اسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بأخلاق رسول الله وان يؤدبنا بادابه اللهم امين اشوف حضرتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته